تستضيف مصر الكوادر الأمنية من مختلف الدول ليستفيدوا من خبراتها الأمنية ويتدربوا في منشآتها التدريبية والتعليمية انطلاقاً من دورها الرائد إقليمياً ودولياً. في هذا الإطار عقدت أكاديمية الشرطة ومن خلال مركز بحوث الشرطة دورتين تدريبيتين في مجالي مكافحة المخدرات وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة بمشاركة 85 متدرباً يمثلون 25 دولة أفريقية. وفي مجال مكافحة الإرهاب الدولي شارك فيها 15 متدرباً يمثلون 6 دول من دول الكومنولث. приглашение на учебу практически и теоретически. Я очень рад, что мы получили теоретически и этот опыт практически задержания террористов и как использовать оружие, вот это боеприпасы. ونظم مركز بحوث الشرطة احتفالية للمتدربين عقب انتهاء الدورتين، تلقى خلالها المتدربون برامج تدريبية وتعليمية في المجالات المستهدفة مواكبة لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، مع إتاحة الفرصة للكوادر الأمنية المشاركة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية لمحاكاة الواقع، وبما يعود بالنفع على المتدربين عقب عودتهم لبلادهم لأداء مهامهم الأمنية. الجانب الأمني بيمثل أهمية خاصة جداً للدول الأفريقية في توفير المناخ الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية في هذه الدول. الأمن والتنمية هما وجهان لعملة واحدة، وده اللي بنركز عليه في الوكالة في دعم الدول الأفريقية. ستشهد الفترة القادمة أيضاً العديد من الدورات اللي هتم تنظيمها للدول الأفريقية ودول الكومنولث في عدد من الاحتياجات اللي هم محتاجين فيها الخبرة المصرية. À savoir la protection des hautes personnalités dans un premier temps et aussi la sécurisation des établissements importants et vitaux. Privilege to be part of this course combating narcotics and psychotropic substances. It's a privilege because to thank His Excellency, the President of Egypt, Abdel Fattah, for giving us the opportunity. And in order to bring all African countries together, he stood and took a bold decision. وأشاد المتدربون من الدول الأفريقية ودول الكومنولث باحترافية الكوادر الأمنية المصرية التي تدربوا على أيديها خلال مدة تدريبهم، وبالتطور الكبير في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية وإتاحتها للدول الأفريقية والشقيقة ليستفيدوا منها في رفع كفاءتهم الأمنية لتحقيق الاستقرار والأمن في بلدانهم. Республика Арабская Республика Египет является современным сильным государством с сильными органами правопорядка. Является ведущим государством в обеспечении безопасности на африканском континенте и قدرات أمنية وتدريبية فائقة تتمتع بها مصر تضعها في خدمة الدول الأفريقية والشقيقة لتنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني وتوحيد المفاهيم التدريبية